والله الواحد ما هو عارف يقول الله يمسيكم بالخير والله يصبحكم بالخير التوقيت هبلنا طيب الله يسعدكم الأوقاتكم احسن شيء الواحد يحكي الله يسعد اوقاتكم جميعا طلابنا حبايبنا اصدقائي قبل كل شيء انتم اصدقائي ان شاء الله تعالى طبعا مثل ما اتفقت معاكم في بث يوم الاحد اللي احنا شغالين فيه الان وانا بس حكيت ساعة 6 توقعت تكون الدنيا مغرب لكن اختلفت الامور تماما على جميع الاحوال طيب اتفقنا انه ان شاء الله تعالى رح نشتغل أنا قاعدة بدرس مصادر الطاقة على المنصة، طيب ما في مشكلة. إذا كان في بث مباشر، إذا كان في درس اجلي يعني حاولي إنك تكوني موجودة معنا على البث المباشر الآن، بما إنها دروس مصورة أو مسجلة بإمكانك تحضريها مرة ثانية، يا ريت إنك تجليها إعملي لها بوز، إيقاف مؤقت، إحضري معنا، وجميع الموجودين اليوم إن شاء الله تعالى راح نشتغل على موضوع مهم جدا إحنا بدأناه في دروس سابقة. أتوقع إني شرحته. في مرة من المرات لكن حكيت اني ما اعطيتوش حقه فانا حابب اني اعيده. الفكرة انه يعني يستفيد اكبر قدر ممكن من الطلاب في هذا الموضوع اللي هو ذا ريبورتد سبيتش. اهلا فيك يا احمد رداد حياك الله ادم بدوي شكرا لكم جميعا. طبعا كمان بالاضافة لذلك راح اليوم نحكي نعلن نتائج نتيجة مسابقة اللي انا طرحتها يوم الجمعة اللي هي هاشتاج إشربات لديكم لا خوف عليكم من اكثر واحد بيعمل تعليق وبياخذ عليه إعجابات إن شاء الله تعالى مثل ما اتفقت معك ورح أربحه بطاقة من خلال هذا البث الاسم اللي جاب أكبر عدد أو التعليق اللي جاب أكبر عدد إعجابات وطبعا هو تعب معنا لكن مش رح نعلنه الآن رح نعلنه في نهاية البث ونربحه البطاقة طيب الآن مثل ما احنا شايفين حبايبي بدنا نمنشن ونشير زي ما احنا شايفين في في التعليق المثبت برأس هذه التعليقات مكتوب منشن وشير فديتك يعني حاول تسوي تشير هذا البث بس على مجموعات الأول ثانوي وين في مجموعة أول ثانوي نشير هذا البث عليها بالإضافة إلى المجموعات الدراسية خلينا نقدر أنه نجمع أكبر عدد من الطلاب منشن 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 كل اصحابك داخل هذه التعليقات خلينا نبلش يلا اشوف مع بعض بدنا همه ونشاط هذا الدرس ليس بالدرس القصير درس كبير جدا بمعلوماته مهم جدا في التوجيه انت كطالب وطالب اول ثانوي الان خلص وقت العمل الان هو انسب وقت للعمل بكفي تاخير ما بدنا نروح على التوجيه واحنا ضايعين ماده الاول ثانوي بكل محتوياتها ومكنوناتها مهمه جدا وداخل في الوحده الاولى مثل ما اتفقت معكم ما لم يطرا تعديل يعني بدي اياك تدرس الان ماده الاول ثانوي بالفصلين الاول والثاني تتمكن منها حتى تقتصر على حالك تعب كثير ما 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 تراكم دراسه الاول ثانوي وتقول والله بدي ادرس في التوجيه لا غلطان ليش؟ خلص التوجيهي في شغلات كثير لازم نركز عليها، والان الاول ثانوي اعتبره هو جزء من التوجيه لكن لا يمتحن وزاري انما في امتحان التوجيهي حيجيب نفس الاشياء، ريبورتد سبيتش او اندايركت سبيتش مهم جدا انك تدركه الان بكل محتوياته. تعالوا مع بعض حبايبي بعد ما منشنا نبلش بهمه ونشاط وكل ان شاء الله طاقاتنا. لان طريق المجد لا ياتي بسهوله طريق المجد يجب ان تتعب فيه يجب انك انت تبذل جهدك حتى توصل لاحلامك اللي بدك اياها حتى تركب السياره اللي بدك اياها حتى تسكن في البيت اللي بدك اياه حتى تختار المنطقه اللي بدك اياها حتى تلبس اوعيك اللي بدك اياهم حتى تشخص حتى تحتك في اي مجتمع انت بدك اياه وتكون respected مان or woman يعني مراه ورجل محترم في المجتمع كل هذه الامور لا تاتي ببلاش ولكن في ضريبه، ما هي ضريبه النجاح؟ اكيد راح تكون التعب والعمل الجاد. يلا مع بعض على البث وبشكل سريع، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ان شاء الله تعالى حبايبي طريقه التصوير هاي اللي انا شغال عليها في الستاند انا بصراحه مش عاجبتني. وانا عمالي بدور على وايت بورد حتى اني اركبه في الغرفه ويكون كويس وكبير حتى انه اصير اشتغل بثوثي معك وحصص المسجله على الوايت بورد انا متاكد انك بتحب تشوف استاذك او المس اللي بتدرسك امامك فيس تو فيس صح ولا لا مية بالمية لذلك رح ان شاء الله نشتغل على موضوع الوايت بورد في الايام القليلة القادمة يعني هذا الشكل وهذا النمط من البثوث لن يستمر لكن رح نروح على الوايت بورد وكاني انا امامك في داخل غرفه صفيه وتشوفني بشكل كامل لانك لما تشوف استاذك حتتفاعل معك اكثر انا عارف كل هذا الشيء طيب الان حتى نفهم الموضوع قبل ما ندخل على اي شيء الان في عندي طلع ركز معي ركز معي شوي عندك هون شوي الوحده هاي الوحده ايش الوحده الخامسه طيب هي sources of energy مصادر الطاقه اللي انتم كنتوا تحضروا عليها قبل شوي ايش الجرامر الموجود فيها ركز ركز ها شو مكتوب هون طلع reported speech الكلام المنقول وتحتيها all tenses يعني كل الأزمنة يعني أنا بدي أدرس الكلام المنقول بجميع الحالات وبجميع الأزمنة المطلوبة مني بلا استثناءات والكل هذا من نشتغله موضوع ومبدأه بسيط جدا ركز معي حتى إنك تكسر هذا الحاجز طيب خلصنا من الوحدة السادسة أو الخامسة هل انتهى الموضوع في الريبورتد سبيتش؟ لا شوف لي شو فيها هاي الوحدة هاي أي وحدة؟ هاي الوحدة السادسة إحنا قلنا عن الخامسة خلصناها طب تعال تفرج شو في هون في عندك هون في الجرامر ايش اسمه ريبورتد كويستشنز يعني الاسئله المنقوله يعني احنا لسه شغالين في النقل لكن كنا نشتغل في نقل الجمل العاديه انتقلنا إلى نقل الأسئلة، يعني وحدة خمسة وستة بتتكلم عن ريبورتد سبيتش، شوف قديش أعطوها أهمية، وحدتين كاملات يا جماعة بنشتغل على قاعدة واحدة، طيب ليش؟ هل لأنه هاي القاعدة هي مش مهمة؟ لا، مهمة، مهمة جدا جدا، طيب. وقبل لا أنا أفوت على موضوع الريبورتد سبيتش الكلام المنقول، بدي أحكي لك كلمتين، أول شيء خليني اجيب بس ورقه خارجيه اخربش عليها لانه انا بدي اياك تفهم شغله خليكم دقيقه معي طيب يا رب نلاقي وحده فاضيه طيب ما بعض نشوف طيب ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي, هاي. شو هاي طيب هاي ممتاز هاي لقينا ورق طيب جينا جيناكم جيناكم يا الربع خليكم معنا لا تروحوا حبايبنا طيب استاذ راح ينحفظ البث تعرف يا جماعه انا بحب اني احفظ البث لكن انا بعرف لما تقول لي بدي احفظ البث انت بدك تروح هي في عندك شغلات في عندك التزامات وتروح تحضر مره ثانيه البث المباشر شو الفكره منه ان انا احضره حتى اني اسال طيب لو انا بدي اسوي لك قصه تنحفظ البث خلاص بسجل لك درس مسجل وبمشي خليك على البث ضروري ضروري يا هديل خليك على البث انت وغيرك من اي ناس حاول طيب قبل ما انا افوت على شيء اسمه ريبورتد سبيتش عشان انا اعرف اشتغل عليه مش قال لي اول تنسز شو حكى هون حكى اول ايش تنسز يعني كل الازمنه اه استاذ انا درست الريبورتد سبيتش بس مش فاهم ولا شيء استاذ درست الازمنه الازمنه انت درسها يعني شو الازمنه يعني بقول لك مثلا اللي هو بريزنت سمبل انت دارسه المضارع البسيط اه بس بخربط فيه، لا ارجع راجعه. طيب مثلا Present Continuous present ها شوف كيف؟ Continuous أنت درست المضارع المستمر المستمر هذا زمن من الأزمنة بتقول لي والله في عندي شوية مشاكل، لا 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 قبل ما نفوت على الريفرتيد سبيتش أي طالب أو طالبة عنده مشاكل في الأزمنة شو بده يسوي؟ بده يرجع يراجع هاي الإيش؟ عفوا احنا اسفين على الانقطاع اذا اي طالب او طالب عندهم مشاكل في الازمنة لازم يرجع يعمل مراجعة شاملة للازمنة اه خلاص ممتاز اذا انت بدك ترجع تشتغل على مراجعة شاملة كاملة للازمنة قبل ما تفوت في اشي اسمه reported speech او indirect speech الكلام اللي هو ايش الغير مباشر او المنقول طيب جماعتي بالله حاولوا انكم تعطوني تعليقات شوف لانه صار في عندي اتصال وانقطع البث، إذا البث شغال أعطوني تعليق إنه شغال، لو سمحتوا أنا ما فيش عندي أي إشارة إنه يلا أشوف أي تعليق حبايبي أي تعليق منكم عشان أتأكد إنه البث شغال وما في أي مشاكل، شغال أشكركم جدا هذا بسبب الاتصالات والله بحاول جهدي ما حدا يرن علي لكن للأسف يعني اتصالات شغالة وواردة، طيب إذا اتفقت معك انه انا لما بدي اشتغل على الريبورتيد سبيتش بدي اشتغل على عده اشياء، اول شيء لازم يكون في عندي ادراك لشيء اسمه تنسز يعني الازمنه طيب ليش؟ لانه الكلام المنقول عباره عن تحويل من الزمن الحالي واروح خطوه واحده الى الوراء، يعني انا بدي انقل كلام، انا دائما بسميها هاي قاعده الغيبه والنميمه، <applause> شو يعني قاعده الغيبه والنميمه؟ يعني نقل الكلام، يعني لما تكون قاعد انت بين جماعه وتسمع كلام فانت بتروح بتنقل الكلام وهذا هو نقل الكلام فانا عند نقل الكلام يجب ان اقوم بتغيير ثلاث اشياء في قلب الجملة واحد الازمنة شو اثنين اثنين بدي انا اشتغل على موضوع ايش اسمه اللي هو pronouns pronouns يعني الضمائر يعني انا بدي احول ضمائر طيب شو بدي احول كمان بدي احول ايش اسمه add verbs شو يعني add verbs اللي هي ظروف طيب ممتاز طبعا حبايبي حتى ان نكون واضحين هذا البث لن يكون على جزء واحد راح اشتغل جزء واحد وجزء اثنين لانه مش راح يكفي وانتم راح تملوا فراح اشتغل جزئين جزء شرح وجزء تطبيقات تمام اول ثانوي نعم صحيح اوكي اذا راح نشتغل على تحويل ازمنه على تحويل ازمنه وعلى تحويل ضمائر وعلى تحويل ظروف يعني انا لما تجيني جمله باللغه الانجليزيه بدي احولها من كلام مباشر لكلام منقول لازم احدد الزمن ولازم احدد الضمير ولازم احدد الظرف الموجود فيها وبدي اغير كل واحد من هاي البنود حسب الاصول انا بدي اعطيكم اياها كمان شوي حلو الكلام طيب نبدا الان في اول واحد من هذه السلسله اللي هو ايش اسمه تنسز الازمنه 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 الفكره منها اني انا بدي ارجع بدي أرجع بالزمن شو يعني أرجع بالزمن خطوة للوراء يعني خطوة للماضي بدي أرجع بالزمن خطوة إلى الماضي للوراء طيب ممتازين كيف يعني بدي أرجع بالزمن خطوة إلى الوراء يعني على سبيل المثال إذا كانت الجملة مثلا تحتوي على مضارع بسويها ماضي طيب ماضي ماضي تام خلينا نسوي تسلسلات واحد انتبه على هاي التسلسلات بدي أكتبها باللغة العربية وأتعمد أكتبها باللغة العربية ليش بدك اكتبها باللغه العربيه عشان انت في حياتك ما تنساها في حياتك ما تنساها طيب جماعه حاولوا انكم تعلقوا عشان نشوف الناس الموجودين معي على البث علقوا لي اشوف لو سمحت اشوف التعليقات شغاله او لا يلا يلا وين لايكاتكم لايكات يا جماعه بدي اشوف اذا البث شغال ولا مش شغال وين التعليقات يلا جماعتي تعليقاتكم لو سمحتوا ايوه لو سمحتوا حركوا لي التعليقات عشان اتاكد انه شغال البث عندي ولا لا يعني اقل ما فيها لو اي لايك لو اي اشي حتى احس انه فعليا هو شغال صف تاسع انا يا استاذ على عيني وراسي صف تاسع حتى لو كان موجود صف تاسع ممكن انه يستفيد ما في اي مشكله طيب رائعين ضلكم شغالين في التعليقات لو لايك لو اي شيء عشان اشوف انه ماشي الامور ولا معلقه اشكركم طيب اذا عرفنا انه اول شيء بدي امسك انا الازمنه في الجمله حولها خطوه واحده الى الوراء شو يعني خطوه واحده إلى الوراء يعني إذا كان في عندي بالجملة مضارع بسيط ها شوف كيف مضارع بسيط شو بده يصير بده يصير ماضي بسيط طب إذا كان في عندي ماضي بسيط شو بده يصير بده يصير ماضي تام طيب إذا كان في ماضي تام بقول لك بس وقف هي آخر تسلسل الزمني في هذه الحلقات سأعطيني مثال أنا مش فاهم معلش على عيني وراسي ركز معي حبيب شوف كيف على سبيل المثال أنا بدي أمسك فعل أشتغل فيه أنا بدي أمسك فعل ما بدي أكتب جملة لو أنا بدي أتكلم بالمضارع البسيط، يعني مثلا بدي أقول لك على سبيل المثال سي ومعناها يرى، تمام؟ سي معناها يرى، لو كانت في الجملة في سي، شو بدها تصير؟ الماضي منها إيش؟ آه شوف كيف، سو طيب التصريف أو الماضي التام شو حيكون منها؟ حيكون منها هاد سين إذا أجاني هاد سين بوقف، لحد هسه في ناس يمكن مش عارفين الفكرة، لكن بدي إياك تركز معي إنه إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مضارع مثل سي، شايفينها هاي بقول لك والله I see you، أنا أراك. هو حكى لي إنه شافني. He told me that he saw me. شوف كيف، طيب، لو كانت I saw you بدها تصير he told me that he had seen me. طيب ممتاز، بعديها في إشي لا ما بتغيرش، يعني إذا كانت الجملة تحتوي على مضارع تام تبقى كما هي عند التحويل من المباشر إلى المنقول. إذا هي أول تسلسل زمني، طيب رائعين، نشوف الآن التسلسل رقم اثنين. اثنين، إذا كانت الجملة تحتوي على مضارع مستمر، شو الأقدم من المضارع المستمر؟ ما احنا حكينا بدنا نرجع خطوة للوراء، شو الأقدم من المضارع المستمر؟ يلا أشوف. تعليقاتكم يا جماعة حاولوا تشاركوا معنا، يلا شاركوا معنا، يلا. الأقدم من المضارع المستمر، يلا مشاركات. تعليقات حبايبي، يلا أشوف تفاعل تفاعل لو سمحتوا. شو الأقدم من المضارع المستمر؟ طب شو اقدم من المضارع؟ ماضي صح ولا لا؟ طب بما انه مضارع مستمر اذا حيصير ماضي ايش؟ مستمر، طب الاقدم من الماضي المستمر؟ ماضي تام مستمر، ايوه 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 ايوه، معلش أيوة. احمد رداد جماعتي والله يحسسوني انه انا شغال وبيني نا... يعني انا قاعد بينكم احس انه فعليا في ناس تتفاعل، انا قاعد بين بشر ما بدنا جمادات جماعة الخير حبايبي بدنا الكل يشارك يكتب بالتعليقات حتى اني احس انه انا بتكلم معكم ايوه بدي اخاطبكم طيب وبدك تتحمل لانه هذا الدرس طويل هذا الدرس طويل ما بيجي خمس دقائق بدي اركز عشان احنا نطلع الخلطه السحريه الحلوه المرتبه شوف كيف يعني خلينا نشوف ها نفس الفكره انا بدي اجيب فعل بقول لك والله على سبيل المثال Is doing. ها is doing هاي شو مالها is doing هاي هاي شايفينها is doing هاي مضارع مستمر صح ولا لا طيب الاقدم منها شو بدها تكون يلا شو بدها تكون بدها تكون ماضي مستمر يعني was او زائد الفيرب ing، ان فانا بدي اقول اما was doing بس بما انه في عندي is حتصير was ايش doing ممتاز طيب اجتني was doing بدي احولها لكلام منقول بدي احولها بشوفها هاي شو مالها اقول هاي اه هاي ماضي مستمر الأقدم منها ماضي تام مستمر شو الماضي التام مستمر ده تصير هاد بين ها هي هاد بين ثم بعد الهاد بين الفيرب نفسه بنزل بآي إن جي ماضي تام مستمر إذا مضارع مستمر ماضي مستمر ماضي تام مستمر ليش أنا بالبداية قلت لك هاي الورقة شو حكيت هون قلت لازم انه اراجع شامله او مراجعه شامله للازمنه آه هس عرفتوا ليش إذا هي أنا بعطيها صح مش صح واثنين وثلاث إنه أنا لازم أراجع الأزمنة طيب ممتاز إذا أنا كل دراستي هون تعتمد على إيش تعتمد على الأزمنة في البدايات طيب إذا هذا التسلسل رقم إيش اثنين ممتاز روحي على تسلسل زمني رقم ثلاث إذا كان في عندي مضارع تام شو بدي أحوله شو الأقدم من المضارع التام هو عبارة عن ماضي إيش تام في بعد الماضي التام إشي ها شوف, شوف شوف شو حكينا الماضي التام نهايه تسلسل يعني خلص خلصنا طيب ممتاز اسهل تسلسل طيب شو مضارع تام يعني زي لما انا بدي احكي هاف او هاز زائد التصريف الثالث يعني زي لما اقول لك والله اي هاف فور اكزامبل طيب uh, watched ها انا شاهدته اي هاف واتشد حول لي اياه لماضي تام شو بده يصير بده يصير هاد ها واتشد طيب استاذ اجتني في الجمله اللي انا بدي احولها هاد ووتشد هل يتغير شيء على الزمن؟ بقول لك لا ركز هذا نهايه تسلسل زمني يعني اذا احتوت على هاد زائد فيرب 3 وانا بدي احولها طب انا شايف الزمن ماضي تام خلص بتركه زي ما هو بحول ما تبقى من قلب الجمله من ضمائر وظروف اللي احنا لسه ما شرحناها رائعين اه جماعتي حبايبي حبايبي قلبي انتوا لو سمحتوا بدنا تعليقاتكم حتى احس انه البث ماشي وانا شغال وفي ناس معي. حبايبي يلا اشوف، بدنا مشاركاتكم باي كلمة باي تعليق بخص البث. طيب. الآن التسلسل رقم أربعة، تسلسل رقم أربعة، حلو الكلام. إذا كان في عندي اللي هو بنسميها البريزنت موديل، الأفعال الناقصة، نعم. الأفعال الناقصة في حالة المضارع شو حتصير؟ حتصير أفعال ناقصة في حالة إيش؟ في حالة الماضي في حالة الماضي أستاذ كيف مش فاهم حتى نتذكر شو الأفعال الناقصة بتتذكروا لما أخذنا الكان والشل والماست وال... هاي كلياتها شو بنسميها اللي هي سيد العزيز خلنا نذكركم فيها شوف كيف ها إذا كان في عندي مثل هاي شايفين كان can... خلينا نحطها بين أقواس كان طيب عندي ويل عندي شال ثم بعد ذلك must وفي عندي كمان اللي هو may هاي الأفعال الناقصة اللي أنا بتكلم عنها إذا أجتني في حالة present المضارع شو حتصير؟ حتصير زي ما أنا بدي أكتب لك إياها بالأسفل إذا كانت الجملة تحتوي على كان حتصير إيش؟ could إذا كانت تحتوي على will حتصير إيش؟ would وإذا كانت تتكون من شل أو فيها شل كفعل ناقص حتصير should طيب والmust حتصير had to والmay حتصير might ممتاز طبعا هذه تسلسلات زمنية مهمة جدا يعني لو كانت الجملة يا حبيب القلب قال لك والله I can أنا أستطيع حتصير هي or she could لو, لو حكالي I will حتصير هي or she would طيب لو كانت في الماضي خلص احنا ما بدنا بعد ذلك هي حتجيني بالبريزنت وتحولها للباست ما بدي بعد ذلك نهائيا ولا اي شيء اخر طيب هل انتهت التسلسلات الزمنيه بقول لك لا شوف كيف هاي الورقه اللي انا قاعد بكتب عليها وهي الاوراق راح اصور لك اياها وانزل لك اياها على نفس المجموعه بعد ما نخلص البث تبعنا لكن اصبر فلكل مجتهد وصابر ان شاء الله نصيب طيب اذا خلصنا احنا اشوف الله رقم ثلاث طيب شوف كيف مثلا اذا الان بدنا نروح على رقم اللي هو خمسة في التسلسلات الزمنيه طيب اذا كان في عندي طبعا ركز فيها هاي هاي رقم خمسة طيب اذا كان في عندي ها اذا كان في عندي اللي هي بي جوينج تو طبعا المقصود في البي هي اما ان تكون از اما ان تكون ام او ايش او ار هذه في حاله المضارع انا بتكلم عن المضارع طيب اذا كانت في حاله المضارع شو حتصير يعني اذا قال لي والله هي از جوينج تو شو حتصير حتصير هي واز جوينج تو حاسه حالي ضايعه لا يا ملاك انتوا مش ضايعين ركزوا شوي احنا بدنا نركز ونشتغل مع بعض اكيد 100% يا علي ابو خليفه 100% كلامك اكيد حتى ان اختصر الفكره فاذا كان في عندي از او ام حتصير ايش حتصير واز اذا كان في عندي ار عشان اختصر عليكم كل الفكره حتصير وين هاي بنركز فيها اذا كانت في عندي الجمله تحتوي على هاف تو حتصير ايش حتصير هاد تو هاي التسلسلات الزمنيه انا مهم جدا اركز عليها تعالوا نطبق جمله سريعه جمله سريعه ونركز على موضوع نقل الازمنه انا الان بدي اكتب لك جمله على سبيل المثال بقول لك شوف لي اياها ننتبه هذا الزمن الآن يعني بقولي لي والله I for example طيب I ate my meal يعني أنا تناولت أو أكلت وجبتي أنا ما بدي إياك في هاي الجملة تركز ولا على إشي إلا الزمن طيب شوف كيف أجتني هاي الجملة وقال لي والله يحول لي إياها يا حبيبي من الكلام المباشر إلى الكلام غير المباشر أو المنقول بتقول لي أنا بدي أحدد الزمن الزمن هو عبارة عن 8 verb 2 طيب هذا 8 فيرب 2 شو حتصير؟ حتصير هاد بلس ايش؟ فيرب 3 يعني بدها تصير هاد ايش؟ هاد ايتن اه شايفين كيف بلشنا نصحصح في الموضوع؟ هي الفكره من تحويل الازمنه بدي اروح خطوه واحده الى الوراء في الماضي طيب نسوي مثال اخر عشان لازم يصير ماضي تام ايوه احسنت احسنت رائع جدا يا علي ابو خليفه مشاركاتك ممتازه جدا مثل ما انا قاعد بدي اربح بطاقات في اليوم الايام الماضيه او اليوم الماضي لما ربحنا بطاقات على المشاركات جماعتي الموجودين معي اليوم على البث مش نسيكو وأسماءكو بتعلم في راسي ومشاركاتكم ما بتنتسى وكل واحد له من النص من الطيب نصيب ولن انساكم لكن كل شيء في وقته وجودكم وات از ذا ديفرنس بتوين بريزنت بيرفكت كونتينوس اند باست بيرفكت كونتينوس احمد رداد هذا الزمن يختلف عن ذلك تماما البريزنت present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر، هو شيء بدأ في نقطة معينة في الماضي وممكن أن يكون انتهى ولكن ممكن أن يكون ما زال مستمرًا حتى هذه اللحظة. أما الماضي التام المستمر فهو بدأ واستمر في الماضي فترة زمنية طويلة وانتهى لكن هو منتهي ومكتمل في الماضي. هذا محتوى آخر، لا تشتتنا في أسئلتك، أحمد ردد لو سمحت خليك مركز معي. طيب. إذًا، تعال نشوف جملة ثانية، تعال نشوف جملة ثانية. بقول لك على سبيل المثال I will see you tomorrow أنا راح أشوفك وين متى راح أشوفك بكرة طيب أنا بدي أشوفك بكرة تجي بتقول لي طيب أنت هون بس تجيك الجملة في حالة النقل لا تركز بالمرة إحنا شغالين اليوم هسا أيش أنا شغال على شو الزمن الموجود عندي اللي هو ويل فأنا اتفقت معك أنه هذا موديل يعني فعل ناقص شو حتصير رائعة علي أبو خليفة ممتاز اذا هاي حتصير اللي هي ود فهاي الفكره من موضوع تحويل الازمنه خطوه واحده الى الوراء احنا مسكنا اول حيثيه بدنا نشتغل بالطريقه التكتيكيه يعني احنا بدنا نفرط الجمله انا لما احل اي جمله ان انجلش في اي قاعده بدي افرطها بدي افرطها بتسلسل صحيح عشان ما انساش ولا اي بيس of انفورميشن ولا اي معلومه لا بدي امسك الجمله وافرطها كامله طيب اذا خلصنا من اول شيء احنا بنعدله اللي هو ايش اللي هو ايش هاي شايفين تنسز هاي رقم واحد ها عشان ما ننساش هاي رقم واحد اللي هي الأزمنة وتحويلاتها إذا اتفقنا أنه إحنا بنحول الأزمنة خطوة واحدة إلى الوراء وحسب التسلسل الزمني اللي إحنا إيش كتبنا ممتازين ورائعين طيب طيب شو الشغلة الثانية اللي إحنا بنحولها هاي هاي الضمائر تعال نشوف الضمائر كيف بنحولها together مع بعض يلا اشوف اصدقائي احبتي ايها المرا ايها المرابطون ايها المجتهدون انتم لكم من الطيب ليس نصيب انما اكثر من نصيب ان شاء الله تعالى في المستقبل رقم اثنين اذا كان في عندي انا ضمير pronouns اللي هو الضمائر طب استاذ هل الشيء الوحيد الذي يتحول في الجمله هو الضمائر هو الازمنه؟ لا بقول لك في عندي ضمائر خليني اورجيك شو الضمائر يلا فكره شوف قديش هذا الدرس دقيقه بس خليني الف عليكم دقيقه بدي اتكلم معكم كلمتين الله يعطيكم العافيه زي ما انتم بتحبوا تشوفوني والله انا بحب اشوف وانا بحب التعليم الوجهي لكن شاءت الاقدار ان اكون معكم من خلف الكاميرات واتمنى وكم اتمنى ان اكون موجود معكم فيس تو فيس لا شيء يضاهي ولا يقارن بالتعليم الوجاهي إن أنا أكون موجود أمامك وإنت تكون موجود أمامي وأسألك أستاذ إذا كان نفي ويل أكيد won't وإذا كانت الجملة تحتوي على نفي مثل won't فحتتحول إلى وود not نفس الفكرة أنا قاعد بتكلم في زمن سواء كانت الجملة منفية أو مثبتة تعامل نفس المعاملة عند تحويل الأزمنة خطوة واحدة إلى الوراء مع المحافظة على نفيها أو على إثباتها الادفيرب يا إيليا يا عياد جايينها الله يسعدكم علي ابو خليفه اشكرك كل الشكر هذا من نورك طيب اذا موضوع الكلام المنقول مش موضوع سهل ليش مش موضوع سهل اه راح يفتح عليك مواجع اه والله كيف راح يفتح عليك مواجع راح يبين الضعف في الازمنه اذا عندك مشاكل بالازمنه هي واحد راح يبين مشاكلك في الضمائر يعني انا ناس الضمائر في عندي انا ايش اسمه subject بروناوند ضمير فاعل في عندي اوبجكت بروناوند ضمير مفعول في عندي كمان, اللي هو كمان possessive ادجكتيفز اللي هي الصفات وضمائر الملكيه لا 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 زمان انا ما راجعت هذا الكلام هذا الكلام زمان ما راجعته اه الان وقت انك تراجعه راجعه هسه احسن ما تراجعه وانت بالتوجيه لانه راح تحس مشاكل وكوارث انت بالتوجيه ما بتدرس انجليزي بس انا بدرسك انجليزي ماده واحده انت كطالب بتدرس اكثر من ماده في التوجيه بالتالي الان اشتغل واجتهد على نفسك وصحح اخطائك من الان صحح اخطائك من الان ليش عشان لما اوصل التوجيه ما أتفاجأش في كم هائل من المشاكل واني انا بدي اراجع شغلات كثير وبحس انه في جبل من الاحمال على ظهري فبنسحب انسحاب تكتيكي وبرمي سلاحي وبقول أنا لا مش قادر أقاتل نهائيا أنا أستسلم وترفع الراية البيضاء لا 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 ما بدنا نرفع الراية البيضاء الله يمسيكم بالخير ندى المنجد إذا بتضلي معانا على البث ما بعرف بعت لك مسجات على الخاص وحاب من استضيفك فاذا في مجال انك تقبلي استضافتي في النهايه حتى لو ما طلعتي الا بصوت فلا يوجد عندي اي مشكله نكمل الان مع بعض ونروح على الضمائر وسوف نعلن اسم الفائز في نهاية البث وطريقة تسليمه للبطاقة عندي ان شاء الله تعالى طيب نروح الان مباشرة الله اكبر وعزته لله طيب بالنسبة للضمائر يا احباب اذا احنا قاعدين نشتغل على جدول شوف الان الجدول اللي بدي ارسم لك اياه ان شاء الله اني اطلع رسام كويس انا المشكلة بالرسم سيء جدا بدي احاول اه والله طلعت الايد مسطرة شوي اه ممتاز طيب حلو يعني شبه مسطرة اه هي هون خربناها اوكي ماشي اذا انا في عندي هون هذا الجدول من الضمائر نركز فيه لو سمحتوا مع بعض اول شيء بدنا ننتبه عليه الله يمسيكم بانوار النبي حبايبي طيب اول شيء في شيء اسمه عندي Subject Pronoun اللي هو ضمير الفاعل في عندي object اللي هو ضمير المفعول فيه او به وفي عندي اللي هو الباسيف اللي هو ضمير أو صفة الملكية طيب أول شيء بدنا نبدأ في جدول الضمائر بهذه الطريقة ننتبه عليه لو سمحتوا تعليقات كل كومنتس لو سمحتوا جدد الكومنتس عشان أشوف أنه شغال البث معي رجاء حاول أنك تجدد الكومنتس وضلك شغال معي بالتعليقات يلا شغال البث حبايبي على قول أشوف شغال البث تمام أشكركم أيوة تمام لا يعني حاول أقل ما فيها لايكات لايكات حتى ما بدي يعني تعليقات لايكات حتى إني أفهم أنه شغال البث معي طيب إذا على السريع حبايبي شوف كيف السبجكت بروناونز اول شيء انا بدي اكتب لك مجموعه من الضمائر تبقى كما هي عشان انا اريحك انا ليش سويت لك الجدول هون حتى اني اختصر عليك الشغلات الكثيرة او ايش هذا مثل ما, اتفق... ما اتفقت معك فاعل مفعول به وهون اللي هي ضمائر او صفات الملكيه المجموعة الأولى اللي بدي أكتب لك إياها لن تتغير أبداً في قلب هاي الجملة شو ما صار يصير بتنزلها زي ما هي ما بتتغير صفات الملكية هي نفسها ضمائر المتك لا 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 ضمائر المتكلم ضمير المتكلم المفرد أي وضمير المتكلم الذي يعود على الجمع يسمى وي وهي بنسميها first person pronouns ضمائر الشخص الأول المتكلم رح نتكلم عنها في شغلة يعني مفصلة تماما طيب رائعين رائعين طيب شوف الآن إذا أول مجموعة هي شوف كيف she it they شايفينها كلها اللي احنا كتبناها طيب الابجكت منها المفعول به ايش اللي هي هم والشي هي والات نفس الشيء والذي they بدها تصير them وضمائر المفعول الملكية منها البوسيسيف بروناون اللي هي حتصير منها هيز ثم من هي من شي هير ومن ات it, اتس ومن ذي من ذم اللي هي طبعا مفعول به حتصير اللي هو ذير طيب شايفين أول مجموعة كتبناها وخلينا نسكر عليها ونقفلها؟ نقفلها كاملة. هاي المجموعة عشان أنا أسهل عليك موضوع الضمائر اللي إحنا كتبناها سواء كانت سبجكت أوبجكت هاي إذا أجت في جملة بدك تحولها من كلام مباشر إلى كلام منقول شو بنسوي فيها بنعدل عليها إشي؟ لا. هاي الضمائر تبقى كما هي ولا تعدل. خلص. هي إحنا قفلنا على أول مجموعة عشان نختصر على حالنا. أنا بحاول أسهل عليك الأمور، لكن ركز معي، ممتاز. إذا هاي المجموعة اللي إحنا كتبناها بالأعلى لا تغير ولا تبدل. خلينا نكبر الجدول شوي لأنه بهمني إني أكبر الجدول للشرح القادم. اللعب كله وشغلنا كله حيكون في الضمائر القادمة، ممتاز. طيب. شوف الآن الضمائر القادمة، شوف الضمائر القادمة، ممتاز. شوف الان اللي بتغير اللي هو ايش يا حبيبي اول واحد من الضمائر وي يتبدل المفعول به منها اللي هو عبارة عن اس ضمير الملكية منها عبارة عن اور طيب شيء اخر اللي هو اي يتم تغييره ضمير المفعول به منها مي وضمير الملكية منها او صفة الملكية ماي يو كذلك كضمير أخير نحن إحنا عندنا سبع ضمائر هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طيب خلصنا من هذا الكلام بدي تعرف إنه في عندي يو وضمير المفعول بينها نفس الشيء يو وضمير أو صفة الملكية يور اللي إحنا من غيره شايفين كيف إحنا مش هون سكرنا بالخط الأخضر ها شوف, شوف 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 اللي فوق الخط الأخضر يبقى كما هو واللي تحت الخط الأخضر هو اللي بتغير في الضمائر فقط لا غير شوف كيف أنا رسمت الجدول عشان اخليك تربط الامور بطريقه منطقيه واقعيه لطيفه خفيفه بدون موضوع الحفظ والتكليف فيه شوف كيف طيب الان وي تحول الى ضمير واحد شو هو ها آه. خلينا بس نغير اللون علشان يكون في تميز عشان يكون في تميز الوي تحول الى ذي خلص بس يعني اذا كانت في الجمله في عندي وي شو نحولها بنحولها للذي طيب خليني اكتب لك ملاحظة واحدة بديش اكتبها لا راح اكتبها بس راح احكي لك اياها الان عشان انت ما تنساش تحويل الضمائر من قلب العمود الواحد تحويل الضمائر من وين من وين وين بس من قلب العمود واحد يعني بصيرش تمسك هي وتحولها داخل اي ضمير في عمود مختلف يعني انا مسكت ضمير من السبجكت بروناونز يحول من داخل عمود السبجكت بروناونز أنا أجاني هم بقدرش إني أحوله إلا من الضمائر الموجودة في عمود خانة الأوبجكت، لأنه هذا أوبجكت. أجاني أنا ضمير من خ... من عمود الباسيف اللي هي صفات الملكية ما بصير أحول إلا منه، يعني لما يجي من هون بتحول من قلب العمود الواحد، زي ما أنا شفت. وي، من وين حولت الوي؟ الوي من الذ، ما أخذتش أنا والله من هون ولا من هون. لذلك عشان انا اختصر عليك، زي ما انا حولت الوي الى ذي، لما تجيني أس، شوف ما اسهل الفكره، نحولها لايش؟ لا لذم، طيب لما تجيني اور من ايش نحولها؟ نحولها لذي، في اسهل من هيك؟ شايفين الطريقه تاعت الجدول ما احلاها؟ عشان احنا في حياتنا ما ننساها، اذا التحويل من قلب العمود الواحد لما تجيني وي بحولها لذي طب نفس الشيء الاوبجكت حتحول لاوبجكت والبوزيتيف حتحول لبوزيتيف ولكن بنفس الطريقه ومن قلب العمود الواحد زي ما انا حولت الوي هون حولت الاس الى ذم حولت الاور الى ذير هيك بهي الطريقه وصلت ممتاز طيب الان الاي بعد ذلك هي ليست بالشيء الصعب شوف الاي ما اسهلها الاي سهله لكن اليو هي اللي فيها شغلات كثير الاي مين بيحكي عن حاله آي؟ مين بيتكلم؟ مين ضمير المتكلم عنا؟ هل المتكلم هو عاقل ولا غير عاقل؟ مين بيحكي عن نفسه آي؟ في بس بتحكي عن حالها؟ في طاوله بتحكي عن حالها؟ في شجره بتحكي عن حالها؟ ولا بشر؟ البشر صح ولا لا؟ مأمون حبوش كيف ما فهمنا؟ استاذ عيدها اوكي، خليني اعيد لك اياها، ركز حبيبي. الآن مأمون ركز معي أول شيء لما أنا بدي أحول الضمائر في الكلام المباشر لغير مباشر فإن تحويل الضمير من قلب العمود الواحد من قلب العمود الإيش؟ الواحد يعني إحنا هون حولنا الوي إلى ذي حولنا الأس إلى ذم حولنا الأور إلى ذي بصيرش تمسك أور وتقول تحول ليها لذم لا بصيرش أقول والله الأور تحول ليها لذي راح أكتب مثال بس طولوا بالكم علي شوي حنكتب يا ملاك طيب كذلك الحال اتفقنا يا استاذي اللي سال قبل شوي انه اول مجموعه من الضمائر اللي هي هي شي اذ ذي وهم هير ات ذم وهز هير اتس ذير هاي لا تحول ابدا وتبقى كما ايش؟ كما هي يعني اذا الجمله احتوت على ضمير من هاي الضمائر اللي هي 4 ب 3 12 ما بنسوي عليها اي تغييرات التحويل فقط لوي إيه. لاي ليو وكذلك الحال لاس ومي ويو واور وماي ويور احنا شغالين شوي شوي ركزوا معانا طيب الان الاي نرجع لها مثل ما حكى لنا ابو خليفه حكى لي انه اللي بيتكلم عن نفسه هو شخص اما ان يكون مذكر او مؤنث يعني عاقل لا يتكلم عن نفسه غير عاقل ولا جمادات وبالتالي الاي هو لحاله جاوبها يعني يا واحد يا وحده فشو راح تكون يا تيرشتجن يلا اشوف حتكون زي ما حكيتوا رائعين يا يوسف ممتازين ممتازين، إذا الآي حتتحول إما لشي أو لإيش؟ أو لهي، وحنحكي لك بعدين كيف نميز. والمي حتتحول لما يرادفها في العمود تاعها، يعني المي حتصير إما هير أو إيش؟ أو هم، وكذلك الحال الماي شو حتصير؟ إما هير او هز شايفين محل الجدول هذا عمرك ما بتنساه لو رسمته طيب ممتازين الان اليو هي الكارثه الكبرى لانه اليو ممكن تعود على مفرد وممكن ان تعود على جمع فاحنا بدنا نعرف انه اليو ممكن يقصد فيها اللي هو هي او شي او اي هي او شي او اي اذا احنا هون مش راح نعلم اليو نهائيا لانه اليو تعود على اما على هي او شي او اي وممكن تعود على هون شايفينها على يو اذا كانت في ضمائر المفعول به حتعود اما على مي او هير او هم وممكن تعود على الماي او هير او هز لكن كل شيء بوقته حلو اذا هذا جدول الضمائر. تعال اورجيك مثال يا ابو المثال اللي طلب مثال انا جاهز ما عندي شيء شوف كيف. على سبيل المثال الان بعد ما اخذنا الضمائر والازمنه شو ضل عندي؟ ضل عندي أعمل تطبيق بسيط أعطيني جملة يا أستاذ حدد لي الضمير وحدد لي الزمن وما بدناش نشتغل لسه على الظروف لأنه ما أخدناهاش يعني بدنا نشتغل على تحويل الضمائر وعلى تحويل إيش؟ الأزمنة لأنه إحنا درسناها طيب شوف لي هاي الجملة اللي بدي أتكلم فيها على سبيل المثال بيقول لي والله I visit I visit my grandmother I visit يعني أنا أزور جدتي طيب شوف الآن شوف بدي أحولها ها He said هو قال وحط فاصلة منقوطة قبل ما أنا أجاوب هذا الجملة وأحولها من كلام مباشر لكلام منقول هذه القاعدة اسمها تيرشتيجن اللي هي ريبورتد سبيتش الكلام المنقول موجودة في الوحدة الخامسة والسادسة طيب ممتاز شوف كيف لسه ما دخلناش على الظروف يا آه يا علي ركز شوي تستعجلش ما شاء الله عليك ممتاز اول شيء بحدد الضمائر وبحدد الازمنه لانه احنا اخذنا لغايه الان ايش الضمائر والازمنه اي ضمير الاي شو بده يصير بده يصير يا اما هي يا اما بده يصير شيء طيب فيزيت هذا مضارع هذا فيرب 1 شو بده يصير بده يصير فيرب 2 يعني بدها تصير فيزيت visit. فيزيتد طيب والماي بدها تصير اما هم واما اللي هو عفوا بدها تصير اما هز او هير لانه هذا شايفينها هيها الماي شو بتصير؟ الماي شو بتصير؟ اما هير واما هز طيب يلا نكتب الجمله هو قال انه زارت ولا انه زار اه هون بنحكي كيف بنحول الاي هي او شي حسب الفعل الاستهلالي وهذا بنسميه بالإنجليزي introductory فيرب لما حكى والله هي سد بدنا نحكي هي سد هي لو كانت شي said هي قالت انها تمام؟ اذا هي said هي الان فيزت شو بدها تصير؟ visited رائع طيب ثم بعد ذلك ايش ضمير الملكيه اللي بيناسب هي؟ هل انا بدي احكي هير؟ لا بدي احكي هز شفنا كيف بنحكي انه كل هذا الكلام بيعتمد على دراستنا السابقه فانت هون راح تتوه اذا انت مش عارف الضمائر او الازمنه لذلك لازم تصوب اوضاعك اذا عندك مشاكل طيب إذا أنا هي سيد هي فيزيتد هيز جراند جراند ما يعني هو قال أنه زار جدته شو اللي تغير؟ تعال نحدد تحت تغير الهي تغيرت الفيزيت تغيرت وال وال على طول والماي صارت تغير إذا الأي صارت هي والفيزيت visit صارت فيزيتد والماي صارت هيز لأنه إحنا بنشتغل على تحويل أزمنة وضمائر إذا بهذه الطريقة إحنا بنشتغل حلو الكلام خلصنا الان يا حبايب القلب من موضوع ايش الضمائر لكن خليني اشوف وجوهكم وجوهكم الحلوه انا اشتقت لها طيب انا بحب اطلع كل شوي عشان بس يعني اغير الروتين لانه انتم مرات بتتعبوا من موضوع انه بنضل نتفرج على الـ على الاكسبلينيشن وعلى البيبر شيت وعلى الاوراق هاي فبتحبوا انكم تغيروا شوي طيب أول اشي طمنون عنكم كيف حالكم طمنون عنكم الموجودين معي على البث الآن لو كل واحد كومنت يحكي في أي اشي الحمد لله أشك... بلاش أشكركم الشكر لله طبعا شكرا مش للبشر آه الله يمسيكم بالخير جميعا حبايبي ملاك حسنة حالاتي بضحكاتي تعرف تيغن استاذ المشكله تاخرت على القاعده وراحت علي انت دائما متاخر انت والله لو اسقطك بس لموتك الله يسامحك علي ابو خليفه متميز من اول من اول البث مؤمن حبوش يسعد <applause> الله يسعدك في الدنيا وفي الاخره حبيبي اشكركم راما كنان بدي اشوف مين موجودين معي البث بدي اشوف حمزه القطارنه أشوف مين موجودين نور الم... نور مكاوي يلا أشوف إيليا عياش أستاذ صفة الملكية نفس ضمائر المتكلم حابة أتأكد لا يا ضمائر المتكلم هي أي ووي وصفات الملكية اللي هي البوسيف بروناونز اللي هي هيز و هير اللي كتبناهم في الآخر حبيبي تيرشتيجن أنا المشكلة مش عارف اسمك وأنت حاطط لي ألقاب أستاذ أنا ما بفهمش إنجليزي بالحكي بفهم بس أمثلة بتصيروا بتصيروا ما في مشكله كل شيء في الدنيا عباره عن تمرين كل شيء عباره عن استمراريه بدون استمراريه اي شيء ينتسع رغد يوسف يوسف رغد الكردي هدايه ربابعه حاطط لي وجه ابيض مش عارف شو دليل الوجه الابيض يعني الله يبيض ايامكم جميعا تمام عامر عوده كلكم استاذ اعمل دوره تاسيس والله يا مؤمن عملت دورات تاسيس في مرات سابقه ولكن انا جاهز حاضر تحت أمركم انا معاكم انتو حبايبي وانا حبيبكم فالحبايب مع بعض بقصروش ان شاء الله اسمي زيد اشتقن اسمك زيد وانا اسمي ابو زيد يعني ابني الكبير اسمه زيد ان شاء الله انه يكبر ويصير زيك يا زيد هيك كبير ومرتب ومتكتك حبيبي آه, 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 اه اشكرك يا علي, علي على التفسير الايموجي اشكرك لانه احنا مش من جيل تبعكم شرحك بجنن انتم كلكم شرحكم انا بحب اكيد يعني كل فتره وفتره اني اقطع الشرح عشان اتواصل معكم فعلا واتكلم واشحنكم واحاول أن اشجعكم طلاب الاول ثانوي في المملكه بشكل عام همتهم بتكون شوي ضعيفه لكن في عندي صنفين طالب اول ثانوي بيعها براس مالها حتى والله اقول لك متجي راس مالها وفي كمان طالب اول ثانوي 180 درجة بيختلف، هذا الطالب اللي 180 درجة بيختلف هو فعليا اللي بده يكون يعني السفاح، يعني الذي يطلق عليه لقب السفاح ويملك هذا اللقب جملة وتفصيلا. حبيبي يا زيد. هو الشخص الذي يتعب على نفسه، الان الطلاب الموجودين مع البث لو كانوا يور اكسبلينيشن از فيري نايس، احمد رداد، طبعا بالمناسبه احمد رداد هو احد طلابي في المدرسه اللي بدرس فيها، لكن هو طالب اول ثانوي متميز السنه الجايه لاني انا ما بدرس في المدرسه اول ثانوي بدرس توجيهي، ان شاء الله اذا ربنا كتب لنا ووفقنا انه اكون مدرسك بشكل مباشر احمد رداد، بالاضافه الى انه هو كان يدرس على بطاقاته من قبل، فصادفني احمد رداد في المدرسه ويقول لي استاذ انا مشترك في بطاقاتك فهذا الشيء فعليا يعني بيثلج صدري وبيشعرني بسعادة كبيرة لما أنا أكون أصور في داخل استوديوهات وأوزع بطاقاتي لكامل أنحاء المملكة وأتفاجأ في طلاب في كل أماكن أستاذ أنا, بش... أنا بدرس على... على بطاقتك مرة واحد في نفس المدرسة اللي أنا بدرس فيها اسمعوا هاي القصة اللي صارت مرة واحد في نفس المدرسة اللي أنا بدرس فيها حاليا طلاب الأول ثانوي أجا جنبي بمشي بيقزر في الكرادور بقول لي أستاذ بدي أسألك سؤال قلت له تفضل قال لي في واحد بدرس على منصة منصة أساس اسمه عصام الشرباتي أنت أخوه والله بتشبهه كثير تخيل أنت تطلع أنت تخيل الموقف فأنا ماشي أنا وياه جنب طلعت فيه زي هيك قلت له حبيبي اللي بتحكي عليه عصام الشرباتي مش أخوي أنا عصام الشرباتي اللي بدرسك في البطاقة والله يا أستاذ بتحكي جد تفاجأ وكأنه يعني ما متوقعش أنه يكون أستاذ اللي بدرسه بالأونلاين بيكون في المدرسة فحلو جدا شعور أنك تلتقي بطلابك وتحس وتشعر انه ردود فعلهم يعني تجاهك ايجابيه بوزيتيف مش انه والله شيء سلبي لا يعني محبه الناس شيء رائع جدا فانت يا زيد تير غير لي اسمك عشان اقدر اتواصل معك يلا الان بعد ما اخذنا الفاصل الدعائي وخلصنا كل الدعايات ما ضلش ولا دعايه طيب خلينا نروح الان مباشره وبشكل سريع لاخر تحويل من التحويلات الموجوده عندي في موضوع اللي هو الريبورتد اللي هو الـ adverbs الظروف، طبعا حبايبي خليني بس اورجيك شغله انا المشكله شوف ركز ركز معي خليني بس اورجيك الان على موضوع الوايت بورد على موضوع الوايت بورد انا عندي بالغرفه شايفينه هذا الوايت بورد انسى البلالين اللي فوق هاي المنفسه هي ملناش فيها هاي صار من اول ما اجت بنتي الله يخليكم ان شاء الله تعالى احبائكم هذا اللوح او الوايت بورد هو وايت صغير جدا مثل ما احنا شايفينه فها بدي اورجيك بس كم شبر في ايدي هاي واحد ها شوف كيف اثنين ها ثلاث أربعة خمسة يعني أنا لو بدي أشرح عليه كنت أتعقد في البدايات لما أشرح عليه لأنه هو فعليا يعني شوي صغير إن سايز يعني small إن سايز and uh, this for example annoys me يعني هذا إشي بزعجني كثير كل شوي بدي أمسحه لا فانا الان يعني خلص اجتهدت بدي اجيب واحد زي اللي بالمدرسه يعني اكبر من المدرسه حتى بدي اجيبه قياس مترين بمتر و عشان لما اكتب اخذ راحتي عشان لما اكتب اخذ راحتي عليه فراح تشوفوني بشكل مباشر في الايام القادمه ان شاء الله تعالى طيب على راسي حبايب القلب استاذ كيف بقدر احصل على بطاقتك هي ليست للترويج بطاقتي موجوده من خلال منصه اساس بتقدري انك تفتحي على الفيسبوك او على صفحتي موجود كيف طرق انك تشتري البطاقه اذا انت حبيت انك تشتريها طيب خلينا الان نروح نكمل جاهزين تضلوا معنا حتى نهايه الطريق يلا نشوف مع بعض اوكي حبايبي مباشره طيب نشوف الان مع بعض الان خلصنا من التحويل الثاني ضايل مش تحويل الت... مش التحويل الموجود بالشارع لا تحويل التحويل الثاني في الريبورتد سبيتش ال... في الكلام المنقول ضايل عندي اخر تحويل اللي هو الادفربس الظروف يلا يلا جيش بديش احكي جيش الشرباتي احنا ما ولا بدي احكي ولا بحبش الالقاب بالمره حبايب قلب الاستاذ عصام خلص هاشتاج جديد حبايب قلب الاستاذ عصام خليني بالله اسوي على السريع هذا هاشتاج جديد لسه ما اخدوش حدا بالمرة ها حبايب اوكي حبايب ايش حبايب قلب حتى من غير الاستاذ عصام عشان انتو اصحابي ها حبايب قلب عصام هذا هاشتاج جديد يلا شوفوا الهاشتاج الجديد حبايب قلب عصام طيب على عيني وراسي والله اشي جديد لكن انا بحب انه الانسان يكون متواضع سيبونا من الالقاب انتو اصدقائي كلكم على عيني وراسي انا افتخر في صداقتكم في وجودكم معي الان التحويل رقم ثلاث اللي احنا بدنا نشتغل فيه اللي هو adverbs adverbs يعني الظروف والظروف عالم كبير من اشي في عندي اشي اسمه اللي هو ال parts of speech اقسام الكلام اقسام الكلام باللغه الانجليزيه واحد منها ايش اسمه ال adverbs اللي هي الظروف طبعا الظروف ممكن ان تنتهي الظروف بال واي من الصفات يعني موضوع شائك جدا أنا ما بدي أفوت في تفاصيله، لكن أنا اليوم بدي أشتغل على شيء اسمه ظروف إلها دخل Adverbs إيش؟ of time زي ما كتب بالضبط يوسف اللي هو الظروف تبعت الزمان، يعني تدل على زمان، شو يعني ظروف تدل على زمان؟ يعني أي شيء يدل على زمان، طيب خليني أرسم لك الآن الجدول الموجود أمامكم عشان تعرف كيف إنه أنا بدي أشتغل على موضوع تحويل الظروف الزمنية ويا ريت انكم تساعدوني وانتم ما شاء الله عليكم يعني عارفين كل شيء لكن انا بعملكوا انعاش للذاكرة فانا في عندي ايش اسمه هون دايركت سبيتش اللي هو الكلام المباشر وفي عندي ايش اسمه ان دايركت سبيتش اللي هو نفسه بين قوسين ريبورتد الكلام المنقول هسا بتجي بتحكي لي شو انت كتبته والله ماني فاهمه دايركت يعني مباشر يعني لما يكون الكلام مباشر شو بكون اللي هو الادفيربس ولما انا احول من مباشر لكلام منقول الذي يسمى بمعنى اخر ان سبيتش كلام غير منقول هو الان نفسه ريبورتد طيب بالتالي انا في عندي هون ظروف زمنيه يعني اذا كانت الجمله تحتوي على ظرف زمني مثل مثل ايش تعال نشوف واحد واحد اول شيء من هذه وين راح القلم الاسود اوكي تمام شوف لي هذا الظرف يعني لو انا مثلا اجاني على سبيل المثال uh, today. Today اجتني والله today في جملة من الجمل وقال لي والله حول لي اياها فأنا ما بصير تضلها today مثل ما هي لازم تصير اللي هي ايش؟ ذات day هذا اللي احنا بنحكي انه في عندي ظروف زمنية لما انا احول الجملة من مباشر إلى منقول زي ما غيرت الزمن وزي ما غيرت الضمير قبل شوي حكيت لك عنه في عندي اخر شيء بالتحويلات اللي انا بسميه الظروف فلا يجوز ان نحول جمله من مباشر الى منقول ونترك الظروف كما هي في عندي بعض الظروف يجب ان تبقى لا ما بتبقاش لا هي بتتغير يعني today that day طيب بنعلن الفائز لا تستعجلوا ان الله مع الصابرين تعلموا تصبروا شوي طيب الان today لو اجتني على سبيل المثال كمان yesterday yesterday امبارح شو بتصير بتصير the day the day before او the previous day طيب كمان شغلات ثانيه لو اجتني على سبيل المثال اللي هي tonight هذه الليله شو بدها تصير بدها تصير that night تلك الليله طيب ممتاز لو اجتني now شو بدها تصير بدها تصير then لو اجتني ago شو بتصير؟ بتصير before يلا اشوف ذكرونا ذكرونا انا المشكلة الواحد ما هو يعني بيخطرش على باله خلينا نوسع بس جدول تبعنا علشان نقدر نكتب الشغلات الناقصة طيب يلا شو في عندي كمان؟ ناو بتصير then احسنت يلا أجو صارت before يا زيد غيرها يلا اشوف شو في عندي كمان يلا طيب next next شو بتصير؟ هيها next بتصير the following آه the following يعني إذا قال لي والله next month الشهر القادم بتصير the following month يسترداي حكيناها يا علي قلنا yesterday بتصير تصير the day before تعال بالله نوصل بناتها علشان ما ننساهاش بالمرة إذا هي سهم عليها ممتاز ثم سهم كذلك وهذه عليها سهم وناو بتصير then وأجو بتصير before next بتصير the following طيب لو حكى لي اللي هو last يعني last week شو بتصير last يلا شوف last شو بتصير أحسنت رائع يوسف last معناها الماضي ده تصير the previous the previous أحسنت the previous ونوصل عليها طيب في عندي شو اسمه أسماء الإشارة متذكرين أسماء الإشارة أسماء الإشارة اللي هي مفرد قريب مفرد بعد وأحسنت اللي هو here و there. هنا وهناك here هنا شو بدها تصير؟ تصير there يعني إذا بقول لك في الجملة هي شو بدها تصير there طيب لو قال لك والله this هذا بدها تصير that طيب لو حكالنا لنا uh, these بدها تصير those اوكي okay? these بدها تصير those إذا كل هاي الضمائر وكل هاي المؤشرات والdemonstrative بروناونز pronouns كلياتها هي عبارة عن إيش؟ عن أشياء يجب أن تحول today, yesterday, tonight last night, now ago, next, last, here, this, these واشياء كثيرة يعني احنا ممكن انه نتغافل عن شغلات, آه، these those، those, ممتاز. Tomorrow بدها تصير the next, احنا اه ممتاز رائع ذكرتني فيها, tomorrow, اشكرك, اشكرك, شايف احنا كيف انتم بتتعاونوا معانا؟ ها, آه. tomorrow, tomorrow بكرة شو بدها تصير؟ بدها تصير tomorrow على سبيل المثال اللي هي the following day. اوكي, okay. tomorrow بدها تصير the following day اليوم التالي the following day طيب ممتاز رائعين ممتازين or the day after طبعا تنفع الشغلتين إما the following day وإما the day after الثنتين صحيحات اما the following day او the day after، سيد أو فهمت القاعده اشكرك اشكر من يقع خلف هذا الحساب، اهم شيء انك تفهم. اذا بعد ما انتهينا من هذا الموضوع ولكن قد تطول القائمه يمكن يكون سهينا عن هذه بعض الكلمات التي تتغير من هذه الظروف، لكن هي اكثرها الموجوده واذا كان في عندنا نقص ان شاء الله راح نضيفه. حلو. الان شو بدنا نسوي؟ يلا. الان بعد ما انتهينا ضل علينا نسوي قياس لمدى إدراكنا لهذه القاعدة كل هذول حفظ يا باي ما أطول كلمة هذول يعني في زهق عادي مش مشكلة آه نحاول نركز فيهم هي بس أول شيء last night the night before حكينا إنه last بتصير إيش last بتصير ذا uh, the previous أو the day before طيب ما في مشكلة أو إشي بيفور طيب whatever فإحنا نحاول نشتغل إحنا حكينا أكيد ما فيش شيء بيجي بس أنت لا تنسى أنك أنت أول ثانوي لا تحكي كل هذول الحفظ انت اول ثانوي يعني انت السنه الجاية توجيه فبدناش نضلنا نحكي انه صعب نادر المنجد على راسي فهمت الرساله طيب الان حبايبي قبل ما احنا ننتهي من هذا الموضوع بدنا نطبق اكم اكم من جمله لكن بدنا نحكي بدنا نحكي مين اللي فاز معنا في موضوع اللي هو البطاقات وفي عنا مسابقة طرحناها أنا حفظتهم من تلخيص السابع عصام أشكرك طبعا المسابقة التي طرحت يوم الجمعة الإعلان عن النتائج كان هناك يعني منافسة شرسة جدا لكن كان اكتساح للطالبة ندى المنجد بحصولها على تقريبا اتوقع يمكن 213 214 لايك على تعليق الهاشتاج اللي هو الشربات لديكم لا خوف عليكم يعني هي منشنت لدرجة اني انا اصلا صديق عندها على الفيس لدرجة انه الفيسبوك عملها عملها بلوك من كثر ما عملت منشنز كثر ما منشنت ناس اجى فيسبوك قال انت مستحيل بشر انت ماكينه لازم نبلكك فمسكينه تبلكت قد ما عملت منشن وتعبت كثير وطبعا هذه هذه مش اول ولا اخر يعني مسابقه راح اطرحها هي ليست من المسابقه المنهجيه يعني انا ما حكيت والله شيء له دخل في اللغه الانجليزيه لكن كان الهدف انه نعمل منشن وشير حتى انه يوصل البوست لاغلب الناس تفوتوا على مجموعه الاستاذ عصام ويستفيدوا من البثوث مثل ما انتم شايفين اذا انت شايف وانت شايفه انك البث اللي حضرتيه اليوم استفدتوا او استفدتوا منه وانا بستاهل اني اكون موجود بناتكم وانا ثقه مصدر ثقه اني انا اعطيكم هاي الامور اشرح لكم هاي القواعد يا ريت ونسوي شير ونسوي اي شيء لمجموعه الاستاذ عصام عشان كل الناس اللي بتعرف يعني الاستاذ عصام تجيب الناس اللي ما بتعرفه لانه في ناس لغايه اليوم انا بستغرب انه بتقول لي استاذ انا اول مره بشوفك وبحضرك انا صار لي ببث على الفيس السوشيال ميديا اكثر من سنتين سنتين ونص وشغال وعندي صفحه وعندي مجموعات وعندي قناه على اليوتيوب كل هاي الامور وما برفض طلبات صداقه يعني اي واحد بيبعث طلب صداقه انا بقبله عندي على طول الهدف انه نستفيد كلياتنا، صح اجيت متاخر يا استاذ بس والله فهمت اخر اشي على عيني ورا حبيبي يا زيد، استاذ بعتذر منك بس مش كثير فهمت، ملاك انت صف ثامن تاسع ولا اول ثانوي؟ بس حددي لنا، حددي لنا لانه اذا انت مش اول ثانوي لان اذا انت ما فهمتيش بكون عندك مشكله اما في التنسس في الازمنه او في موضوع الضمائر فاحنا لازم نعالج المشاكل انا ابسط من هيك صوره مستحيل اني احكيها طيب ندى المنجد ان شاء الله تعالى تتواصلي معي على الرسائل الملف اللي هو حسابي الشخصي انسى الصفحه على حسابي احنا اصدقاء على الفيسبوك ندى بتتواصلي معي على طول على اللي هو الماسنجر تبعي تمام وانا مباشره أبعث لك صوره البطاقه مفتوحة وجاهزة بالرقم ما عليك إلا أنك تفعليها للمادة اللي بدك إياها من خلال منصة أساس يعني بوركة جهودهم وبوركت مشاركاتهم جدا تقدر تفعليها للفصل الثاني والأحلى من هيك كله أنه منصة أساس تركت مجال هذا الفصل انه اللي بيشتري بطاقه الفصل الثاني وانت اعتبري حالك انك اشتريتيها لانك ربحتيها حيفتحوا لك الفصل الاول مجاني فانت فرصه لك انه راح تشتغلي في ماده واحده في الصف التاسع الفصلين الاول والثاني مفتوحات حتى نهايه امتحانات الفصل الثاني وهي مش راح او تكون اول واخر بطاقه انتظرونا في الاشياء الجديده طيب خلينا نروح الان نطبق اكم من جمله بس وبعدين نختم البث خليكم معنا ما تروحوش طيب والله بزعل منكم طيب اوكي حبايبنا بعد ما انتهينا من كل هذا الكلام قال لي الأستاذ عصام أنا بدي أشوف شو نمط الأسئلة أول شيء نمط الأسئلة ري رايت شنو ري رايت ها ري رايت ري رايت يعني إعد كتابة أنا بدي أعيد كتابة الجملة تمام أنا بدي أعيد كتابة الجملة يعني بيعطيني جملة معينة وبقول لي عيد لي كتابتها فعلى سبيل المثال شوف كيف نحكي والله علي أوكي علي ويل visit will visit the USA the USA okay next month next month الشهر القادم وبعدين بيجي شو بيقول لي بيقول لي والله علي said ها علي حكى لي علي said الان انا هون بس اجي اعيد كتابه هاي الجمله انا اسف اني طاعج شوي لانه بدي اجي على هوا ايدي لكن حاول بالله تركز معي انتبه راح نشد والله راح نستعجل خلص راح نسوي هذا المثال وبعدين نختم واعطيكم وبعدين اصور لكم الاوراق وانزلها على المجموعه واعطيكم واجب ورقه عمل اسئله على الريبورتد سبيتش جمل وتحولوا لي اياها حلو طيب ماشي يعني اخر مثل اخر مثال وبدنا نسكر بعدين اول شيء مباشره شو بدي اسوي بدي احدد الضمائر وبدي احدد الظروف اول خطوه بس امسك جمله ريبورتد سبيتش كيف بس اعزف على البيانو ها بدي أمسك أعزف على الجملة بدي أعزف عليها بدي أشوف الضمير أحط تحتي خط بدي أشوف الفعل أحط تحتي خط بدي أمشي بدي أمشي بدي أشوف الظرف أحط تحتي خط حلو أحسنت يا يوسف لكن أنا بعطي الخطوات بالتسلسل عشان الكل يستوعب أول شيء علي هو هي وإحنا اتفقنا إنه هي هي من الضمائر التي لا تتغير طيب <applause> خلص خلصنا بطلع الويل بقول هاي لازم تصير إيش would طيب بمشي بمشي بعرف انه next بدها تصير the ايش the following بس المسألة مسألة تدريب حلو بنعيد كتابتها علي قال انه هي علي said هي هي شماله هي would طيب الفيزت تتغير لا بتضلها زي ما هي خلاص visit ذا يو اس اي واخر ايش شو بنسوي؟ بنحط ذا following the following ايش month الشهر القادم هيك الجملة أنا حولتها وأجا الأستاذ سوالي عليها صح وأخذت عليها علامة علامتين أربعة من أربعة وتيفر خلينا نحسب أنه والله علامتين فاتنين من اثنين أخذت عليها علامة كاملة شايفين طيب ممتاز لكن قبل ما أختم بدي إياك تركز على شغلة واحدة من المحرمات انك تقرب عليها في التغيير عند الازمنه، شو هي المحرمات؟ ها شوف كيف. محرمات لا تتغير مع الازمنه، شو مع الازمنه؟ شو هي هاي المحرمات اللي انت ممنوع انك تقرب عليها في الازمنه؟ اول شيء ها واحد اول شيء من هذه الممنوعات، هاي ممنوع انك انت تقرب عليها. إذا كان في عندي اللي هو verb plus ing يعني بلغة أخرى اللي هو إحنا بنسميه مصدر يعني الفعل زائد ing مثل على سبيل المثال أجتني والله swimming السباحة أو I am swimming فروح تغير لي إياها والله I am لا swimming ما تتغير اثنين الاشي اللي ما بتغير to plus base form يعني to زائد الفعل الأساسي لا يتغير كيف يعني؟ يعني لما أقول لك to swim ها تو سويم يعني خليني بالله اسوي لك مثال سريع عشان نستوعب الفكره تحملون شوي دقيقه واحده معلش خلينا نتحمل بعض اذا اتفقنا من الممنوعات اللي احنا لازم نج... ما نقرب عليها في التغيير عند الازمنه اول شيء يا حبيبي اللي هو فعل زائد اي ان جي او تو زائد اللي هو البيس فورم شو يعني البيس فورم ناس تقول لا مش عارف شو يعني البيس فورم اللي بنحكي عنه طبعا هو انا ما بحبش أسميه زي هيك، اللي بيحكوا عنه verb one اللي بيحكوا عنه verb one هو ما اسمه verb one اسمه بيس فورم، طيب. إذا هذولا لا تغيير، لا تغيير، طيب، شوف مثلا. أجتني نهاية الجملة ونركز فيها، بس جملة واحدة، خليك معي، دقيقة بس واحدة أستاذ، طيب. بقول لك والله مثلا I want, okay, to travel, I want to travel tonight. يعني أنا أرغب بالسفر الليلة. طيب هو حكى انه ايش؟ انه بده يسافر الليله اذا او هي خلينا نروح على المؤنث بلاش بلاش البنات يزعلوا منا. She said or told شو she said or told هي قالت او حكت طيب لسه احنا ما خلصناش. She اول شيء الاي شو بدها تصير؟ تصير she لانه هي تتكلم عن نفسها. Want verb 1 شو بده يصير؟ verb 2 يعني بدها تصير wanted لانه هذا فعل منتظم. إذا شي wanted آه إيه. كويس رك... كويس 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 منيح هون لازم نركز منيح شو هو شوف هي هي تو ترافل تو زائد بيس فور هاي شو حكينا هاي اوعى تقرب ممنوع 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 تتغير أو ترافلينج اي ان جي ممنوع تتغير خلص بتضلها زي ما هي يعني مش تحكي تو ترافلد وتحط ال L و اي دي وتسوي لي فعل ماضي لا التو زائد الفعل بحالة الشكل الأساسي هي أشياء من الممنوعات أن تلعب فيها نينا وتغيرها. إذاً she wanted أوكي okay, to travel وثم tonight بتصير اللي هو that night تلك الليلة that night تلك الليلة كتبنا tonight أكيد that night ممتاز رائعين she said she wanted to travel that night رائع يوسف ممتازين ممتازين ورائعين جدا اذا نركز على الاشياء التي لا تتغير هون ممنوع التغيير ابدا ممنوع التغيير في هاي الثنتين هاي واحد هاي اثنين فعل زائد اي ان جي مثل swimming، هاي المقصود فيها وفعل زائد البيس فور مثل تو سويم ايوه عشان نفهم وضربنا هذا المثال عشان تنتهي الفكره طيب حبيبنا الان اتوقع انه هيك يعني غطينا أغلب الأفكار الموجودة في هاي القاعدة منير عبد الكريم منير عبد الكريم وتيرشتجن هذول الاثنين ان شاء الله تعالى انكم مسجلين على دفتر الغياب واخر السنه راح احاسبكم حساب البين والناية والله غير تسكت دائما بتجوا باخر البث والله تاخرنا والله ما احنا عارفين اه لو اني قاعد بوزع قاعد شوكولاته كان جيت اول ناس بس ابصر شو في استاذ لو سمحت لا تنسى تبعث لنا الشرح بعد البث حاضر عيون التنتين ليكم يا حبايب شو احنا الهاشتاج الجديد حبايب قلب عصام حبايب قلب عصام هذا الهاشتاج الجديد انتم حبايب قلبي خلص على عيني وراسي طيب انت رائع اشكركم يا علي ابو خليفه ان شاء الله بتمنى من الجميع وما ننسى ندى المنجد تواصلي معي على رسائل الحسابي الشخصي عشان اعطيكي مفتاح العربيه اللي ربحتيها معانا مفتاح ب... مفتاح عربية البطاقة تبعت منصة أساس التعليمية بطاقة تفعل لمادة دراسية واحد الفصل الثاني والأول مجانا رح أبعث لك إياها على المسنجر حبايبي طيب إن شاء الله بهي الطريقة حبايبي بنكون وصلنا لنهاية البث مش رح أنساكم الأوراق اللي أنا اشتغلت عليها رح أصورها ونزلها على المجموعة وإنتوا لا تقصروا في عمل الشيرنج اللي هو اللي هو النشر هذا الصور زائد إذا مش اليوم بكره، إذا مش بكره بعده، إذا مش بكره زي هيك بدي أسوي زيكم، إن شاء الله بعد بكره، بعد لا 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 إن شاء الله الليلة رح أنزل لكم ورقة عليها أسئلة ورقة عمل جمل تقوموا بتحويلها من كلام مباشر إلى كلام منقول. حط أسئلة أستاذ بعينك الله، والله بدي أحط لكم حكينا يا علي حاضر، الله يعافيك يا ملاك سعد، أشكركم جميعاً على حسن المشاهدة والإصغاء. ان شاء الله تكونوا انا اول سنه وملاك طيب ملاك راجعي موضوع التنسز الازمنه والضمائر مهم جدا انه نعرف هاي الشغلات ان شاء الله تعالى بالبث القادم راح نستمر وراح نكمل فقرات والصبر مفتاح الفرج شو دخل هذا المثل طيب الدراسه بدها صبر طيب شو الرابط العجيب بين المفتاح والدراسه مين بيعرف انا عدفت اه خلص انت اصلا متاخر منير والله العظيم متاخر خلص مش حاسس شو الرابط العجيب اللي كان جي على تون بين العلم بين الدراسه وبين المفتاح يلا مين بيعرف عادي ما في مشكله احنا حكينا انه الصبر العلم بحاجه الى صبر صح ولا لا والصبر مفتاح الفرج يعني في لا خالص طيب ماشي حبايبي اوكي اذا بالضبط احنا بس بنحب انه نغير جو ونعنشكم راح يكون في مفاجات حلوه كثير على مجموعتي في الايام القادمه راح يكون في عندي بثوث للمنهجيه يعني انه انا اطلع في بث اتكلم فيه عن ماده او اشرح راح نتكلم كثير مع بعض because we are close لان احنا اصدقاء كثير مقربين من بعض حتى واني انا مش شايفكم انما لو اشوفكم ان شاء الله تعالى انا متاكد اني انا راح احبكم من قلبي لانكم انتم حبيتوني من قلبكم انا هيك حاسس والإحساسي غلط طيب أوكي ماشي حبايبي إن شاء الله تعالى رح ننزل أوراق العمل ولما أشوفكم في البثوث القادمة الله يعطيكم ألف عافية وتصبحوا على ألف خير ودمتم بود